الجدرات عند صاصيات قرعات محمرين في الخلق ودوك راه مرا سلمان العام الجاي حنا باش غنفرخو غنصوبو المقلين بالعجين كونوا مأكدين شي من المربين والناس كتبغي تولع ما بقاتش غتشري النتوى ولا الجمال ولا السيار لا الشناقه ديال السباق ما غيبقاوش يشدو النتاوي غيقول يبدا يقول لي النتاوي هذا يقول لي النتاوي راه ما كياخذوهمش من عندي المهم راه النتاوي ومرا سلمان لا هما لا الذكورة غير هنا راه مؤخرا الذكورة راه كيخرجوهم برا المغرب والنتاوي راه كيدخلوهم كاين الاسباب اللي كتخلط على حسون في القار وما كانوش كيشوفو الطبيعة وانتم كيشري النتوى في هذا الوقت الاخوان راه دوروا في الساهم في انحراف على حسون حنا ماشي كيوصل شهر التفراخ كنبقاو لا حشومة وما خص الذكر والنتوى يتمس دابا راه ما كاينش اللي يخرج على الطبيعة قد الاخوان اللي كيجيبو النتاوي والناس اللي كتستاجر في كم اللي كتجيب نتاوي وكتتاجر فيهم واحد فرشوة كيجي يشري من عندك نتاوي تقول 50 درهم ولا 2000 راح نبدو بدورنا بجوج كنساهمو في الخيرات اللي خرجوهم خارج المغرب بأثمنة مرتفعة وكندفعو نتاوي السوق حتى الجمالة ولا الصيادة أو البيع أو الشراء اللي كياخدو نتاوي راه تاهما بدورهم كيساهمو وكيبقاو يكذبو عليكم ويقول لكم عندي نتوى دابا كاسبة المانع عاد تخدم عندي اللي قالك النتوى تخدم عندي يقولي شوف دوك انت ورينا نتاوي اللي عندك خدمت فيه وقتها وقعها في الحمار الداخلة هاد المعلومة ما تبقاش السلام عليكم الخوت تحياتي للجميع وتحية وداني للجميع اخوان المهم فيديو اليوم سبيسير كان خاصني ضروري ندير هاد الفيديو ونهضر الاخوان لان شوف ولينا كنشوفو شي حوايج راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المهم بالنسبة للفيديو ديال اليوم حنا ديما كنبقاو انقراض طائر الحصون، اسباب انقراض طائر الحصون، صيد جائر، صيد عشوائي، ولكن من خلال الفيديو اليوم غنوضحو بعض النقاط اللي تاهما بدورهم كيساهمو في انقراض طائر الحصون وخصوص في المغرب. المهم كما كتلاحظو الاخوان مؤخرا اننا كنلاحظو الاسواق المغربية اللي كيتباعوا فيها الطويرات الاخوان عن اغلبيه الطيور الحسون اللي كتدخل للسواق كنلقاو واحد 80% غير نتاوي كنلقاو نتاوي اكثر من الذكوره ماشي اكثر من الذكوره نتاوي بزاف لان الذكوره باش نكونوا صريحين الذكوره راه كيتعزلوا وكاينين الناس كياخذوهم وكيخرجوهم برا المغرب نتوما راه كتعرفوا هاد القضيه ديال التهريب بلا ما ندويو عليها. المهم الموضوع اللي كنا بغينا ندويو اليوم حنا كنشوفو دابا النتاوي كيدخلوا السوق بزاف راه بدورنا حتى شي حتى المربين بدورهم راه كيساهموا في انقراض طائر الحصون انا نقول لكم علاش. المهم الحمد لله شو اللي كيبغي يكسب وكيبغي يتولع راه كيكسب في البدايه ديال العام شهر 3 شهر 4 شهر 5 كيكسب طويرات اخوان اللي كيلقنوا راه كيدخلوا طويرات كيحطوهم واللي اخوان اللي كيبغيو يخدموا على الانتاج راه الانتاج راه ماشي انسان غيجي حتى دابا حتى شهر 10 او شهر 11 وغتشري نتوى وغتقول لي غنخدم بها لا يعقل راه غتكون عندك واحد نسبه النجاح نقولك واحد 80% ولا 90% نسبه النجاح غتكون نسبه النجاح بالنسبه لها بغيتي تفرخ بالنسبه لها عندك واحد نسبه النجاح 10% حتى 20% حالة استثنائية لان كما كنعرفوا الا انت بغيتي تخدمها وبغيتي تخدم عندك راه خصها تجيبها وتخدمها وتوكر عندك كتكون مولفه واحد النظام غذائي. احنا دابا كنشوفوا الاخوان باش نكونوا صريحين انا والله العظيم انا دابا كندخل السواق كندخل شي فيديوهات وكنشوف النتاوي كاش جوات كاملين النتاو وكنبيعهم بالفرير وحتى الناس اللي كيتشريو انا بس السؤال مطروح الناس اللي كتشري هاد النتاوي واش كتشريوهم على اساس غتفرخوا بهم تخدموا بهم ولا على اساسات لان غتاخذ نتوى دابا خلويه شهر 10 وباغي تخدم بها في وقت الفراخ راه صعيب نقد نقول لك خاصك تصبر على واحد العام اخر باش تخدم عندك اما بالعام هذا ما تخدمش حيت كيبيعوا الناس الاوام نتوى لا محمره في الخلا كتكون كاسبه المناعه ديالها تجيبها تخدم عندك هاد المعلومه راه خاطئه احنا ملي كنقولوا نتوى الا بغيتي تخدم عندك خاصها تكون موكر عندك وتكون مامنه نتوى الا بغيتي تجيبها وغتوكر عندك راه ما توكرش عندك في شهر ولا شهرين او انت ديجا ديك النتوى ما خادمه ما والو اذا حتى حنا بدورنا كنساهموا في انقراض طائر الحصون الاخوان كاع اللي كيشريو النتاوي في هذه الفتره هذه راه كيخربوا الطبيعه حنا دابا ملي كندخلوا النتاوي في هذه الوقيته هذه النتاوي راه مراس المال على العام الجاي شكون اللي غيفرخ غنصوبوا المقنين بالعجين
لا يعقل والله العظيم الاخوان كنشوفوا شي حوايج بارك راه تولعنا من القرع. عاد ما كملتوا القرع كملتوا الدكوره قدرتوا نتاو والله العظيم ملي كنشوفو شي فيديوهات اش نقول لكم نتاويناك دات هادي منفوخه هادي مسكينه كيجيو كيلقاو بنادم هاي نتوا بار با بلديه هاي نتوا راه ديها تخدم راه كاسبه المناعه ديالها نتوا شو ما عيب وعارو كنشوف انا كنشوف حتى الاخوان راه كاين بعض الاخوان حتى هما كيساهم راه كونوا مأكدين كون كنا دابا كيجيبو نتاوي دابا الصوت وانا ما غنشريش وانت ما غتشريش وداك تا هو ما غيشريش وداك تا هو ما غيشريش راه ما يبقاوش يجيبوهم وحنا كيجيبو كامات ويشريو عصفور تشريو نتاوي دابا فهاد الوقيته تشريوهم راه كتزيدو تشجعوهم باش تلا طاحت شي نتوا راه ما يطلقاش نتوا غيجيبها وكنشهدو لان حتى الاثمنه ديال نتاوي شي ولينا كنسمعو 1000 ريال 40 درهم نتوا راه كان كانت كتعطى فابور نتوا كاع ما كانوا كيس اللي مولوع واللي هو حقيق اللي مولوع وعندو غيره وحب نتوا راه ما يصيدهاش وما يجيبهاش نتوا اللي بغا يتورط يتولع بنتاوي ودخلو نتاوي قرعات ولا كنفضل ناخد نتوى مع شي واحد مبدل عنده قديمه عنده نجيبها نخدمها في هاد الوقيته من شهر 10 او نتوى قرعه نجيبها في شهر 3 ولا 4 ولا 5 ونجيبها ونبريباريها ونخدم على يدي نعرف النتوى اش كاين. انا غنجيب نتوى دابا امتى غتزونها امتى غتفكر عندك امتى غادي تدريسيها امتى 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 انا ما غادي تقضي بها والو غير هي كتخر طبيعه كنخربوها باش نكون معكم صريحين. اي واحد كيشري نتاوي في هاد الوقيته راه كيساهم بدورو بتخريب الطبيعة. حنا ملي كنقولو جدورة وجدرات هما راس المال دابا هما كيدخلوهم والقرعات اللي شو دابا حنا حسبوها نتوا كتحط لك ثلاثة العشاش في العام شحال من نتوا كتدخل للصو حنا نديروها ثلاثة العشاش ما نديرو لا أربعة لا خمسة كل نتوا تحط لك ثلاثة العشاش في العام نديرو كل عش في أربعة بياسات كل نتوا راه تحط لك 12 بياسة وشوفوا شحال ديال نتاوي كتدخل وشحال ديال النتاوي كتموت وكيبقى وهي نتوى ديها تخدم ديها تخدم وخدم حتى هو غيخدم هذيك النتوى خاص هو بعدا يخدم ها باش يخدم هذيك النتوى والله يدي ما خلق. المهم راه حبيت ندير هذا الفيديو لان هادشي اللي ولينا كنشوفو راه كيضرنا وخاص حتى الجمعيات. انا باش نقول واحد النقطه مهمة بزاف حنا كتقال الجمعيات كتقال الاسم ديالها الجمعيات فلان فلان لمحبي الطيور محافظة على البيئة ولا كتبا كتحبوا الطائر وكتحافظوا على البيئة راه خصكم دير واحد المراسلات خصوصا هاد الوقيتة هادي. حنا هاد الوقيتة دابا ديال الجدرات والجدورة ديال البلاد هاهي جاية البرانية راه متولعو بجدورة خلي النتوات نتوما ما عندك ما دير بها خذوا الجدوره دابا هما جايين عوض ما غتاخذ نتوى دابا بالف ريال كونوا مأكدين هاد السيمانه الجايه غتشوفوا البرانيه وقال لينا عادي البرانيه راه رشات راه دابا شي 10 ايام باش دخلات وما كيبغيوش يقولوها لكم. انا نقول لكم علاش لانه غيبيعوا لكم هذيك الجدوره على اساس بلاد ما غاديش يقول لك لا راه باس راه مهاجر راه دخل. المهم الجدوره دايين دخلوا تولعوا بهم ونساو عليكم النتاوي. هذه نصيحه من خوكم اللي بغى يتقبلها مرحبا اللي ما بغاش يتقبلها 100 ألف مرحبا. والله العظيم ولا كيضرنا خاطرنا وحنا كنشوفو كل عام كفس من عام علاش لأن الأسباب من بين الأسباب هي هادي كيدخلو الجدورة في هاد الوقيتة والجدرات وأكثر هي الجدور والجدرات وقرعات محمرات شكون اللي غيفرخ العام الجاي غنفرخ أنا غتفرخ أنت في الطبيعة ولا غنصوبو بالعجين والله يديم ما خلق. المهم خلونا مولعين وخلونا باقي بغينا نشوفوا الطير في الطبيعه باقي باغي نتولعوا به والله يسر لكم الامور. المهم راه هذا الفيديو برني خاطري وحبيت ندير هذا الفيديو وندوي عليه ونوضح بزاف الامور وتحياتي للجميع ونتمنى تقبلوا الراي ديالي انا راه غير من الغيره ديالي وهادشي اللي كنشوف بغيت ندوي على القضيه هادي. شوف لما مبقيناش كنشريو نتاوي راه ما غيبقى حتى واحد يجيبهم غيجيبهم غيردهم غيولي داك الجمال او الصياد يبغي يبيع لي نتاوي غيقول لي راه ما كياخدو من شي عندي غيولي يشدهم يطلقوهم. والله يسر لكم الامور وتحياتي للجميع وتحيه وداديه.